باشمهندس سعيد، من ايام ما كان عندنا مجمعات ضخمه لانتاج الغزل والنسيج في المحله او في كفر الدوار، ده اول نموذج لمجمع ضخم لانتاج الغزل والنسيج في مصر. ده رجعنا لفكره المجمعات الضخمه التي يجب ان يكون عليها قطاع الغزل والنسيج، وهو يعيد تاسيسه مره اخرى في مصر في الفتره المقبله ان شاء الله. فازاي فعلا يجب ان تكون هذه الصناعه ضخمه متكامله كما جاء على هذا المثال؟ يعني جت فكرة إنشاء مجمع متكامل في قطاع المنسوجات، بداية من استخدام شعرة القطن المصري طويل التيلة الذي يتمتع بسمعة طيبة في جميع أنحاء العالم لما له من خواص جيدة من حيث المتانة ومن حيث طول الشعيرة ومن حيث الميكرونير ومن حيث نقاوة القطن. جت فكرة إن أنا أستخدم القطن ده في إنتاج غزول رفيعة راقية، ثم إضافة عليها إضافة تصنيعية بقيمة مضافة إن أنا أنسجها كمان، ثم بعد ذلك تسبخها وتطبعها وتفصلها منتج تام، سواء قميص سواء بنطلون سواء جميع أنواع الملبوسات، وتبدأ تصدر. يبقى أنت استخدمت المادة الخام، حولتها لمنتج يمكن الاستفادة منه للمواطن أو للمستخدم العام. ده طبعا مع مراعاة الموضة أو تغير الذوق العام في المنتج النهائي، وده برضو أحد الأهداف الأخرى. طبعا سيادتك، المنتج النهائي بيتغير من سنة للتانية. أنت عارف كل سنة بيبقى لها فاشن، لها موضة، لها لبس جديد. لو ما عندكش حضرتك مجمع متكامل تقدر توظف الغزل، مثلا تعمله بطريقة معينة، عندك غزل مفرد ممكن تضيف عليه بوليستر، عندك غزل تعمله شانيه، عندك تعمل خيوط زخرفية، عندك إمكانيات تقدر تتنوع وتطور في المنتج بتاعك لتواكب الموضة، لتواكب عشان كمان أقدر أكون منافس للمنتج الأجنبي اللي بيغزوني في مصر. فبالتالي لازم يكون في هذا المجمع المتكامل علشان أقدر أوفر في إمكانيات التصنيع فأكون منافس. عايز أقول لسيادتك حاجة، المنتج الأجنبي والماركات العالمية، أنت سيادتك ممكن تفاجأ أن أنت بتشتري براند معين من أوروبا ومكتوب عليه صنع في مصر. يعني المنتجات الجيدة في البراندات العالمية التي تستخدم غزول القطن بيبقى أصلها مصري. طب باشمهندس، خليني أرجع معاك لخطوة هتحصل في علاقة تعاقدية مع الفلاح المصري على إنتاج أو زراعة القطن المصري بمواصفات مراقبة بجودة جيدة، ثم الحصول على هذا الإنتاج أو هذا المحصول. فبالتالي ده برضو تطوير لمسألة منظومة الزراعة بشكل عام. عايز أقول لسيادتك حاجة، في مجال التنافسية في السوق انت لازم تركز على ثلاث عوامل: الجوده، كميه الانتاج، السعر، زائد ان سرعه تلبيه العميل لطلباته. انت سيادتك عشان تعمل الجوده، وهي اهم نقطه في مثلث التكلفه، حضرتك لازم تراقب الجوده من البدايه. فاحنا عشان نراقب الجوده من البدايه سيتم التعاقد مع الفلاح المصري بمشاركة وزارة الزراعة وتحت إشراف وزارة الزراعة من أول زراعة القطن. ولما بقول زراعة القطن بقصد زراعة القطن سواء طويل التيلة المصري أو قصير التيلة. إحنا هنتعاقد معاه وهنشرف على مراحل زراعة القطن. أنت عارف سيادتك زراعة القطن بتمر بمراحل طويلة على أساس أن أنت تحصل على شعر جيد بيسموه ظهر القطن الخام، وبعد كده تحلقه لصالحنا، وبعد عملية الحلق نستخدمه في إنتاج الغزل وإنتاج القماش. إحنا بتبقى عنينا على شعر القطن من البداية. دلوقتي إحنا خلاص ممكن نكون خلاص تخطينا فكرة الزراعة، فكرة التصنيع، إزاي بقى نكون منافسين في السوق المحلي والسوق الخارجي؟ ازاي نعظم او نحصل على فعلا تعظيم قيمه مضافه بالحصول على عائد جيد؟ انا قلت لسيادتك احنا عشان نكون منافسين في السوق العالمي، رقم واحد ان يكون عندنا جوده عاليه، رقم اتنين
أن يكون عندنا سعر تنافسي، رقم ثلاثة أن احنا نحقق مطالب العميل في أقل وقت ممكن. ودي نقطة مهمة جدا. أنت بيجي العميل يطلب منك منتج معين في مدة معينة، فأنت الثلاث عوامل دول يجب أن يكون النظر إليهم بعناية وبدقة حتى تكون متواجد في السوق العالمي.